أما المعرض الدولي السوري للبناء تكنوبيلد فقد تضمن شركات تعمل بتخصصات البناء والتشييد والبنية التحتية، ولفت العديد من المشاركين للسماء إلى تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على آلية تنفيذ المشاريع والتكلفة بالنسبة للقطاع الخاص به. المشاريع اللي عم نقوم فيها حاليا بمختلف المحافظات السورية، عندنا ضاحية الديماس السكنية حاليا عم نتم تنفيذها، ويتم العمل أيضا على مشروع معروني السكني ليتم الإيفاء بالتزاماتنا تجاه المكتتبين بالمشاريع، أيضا بالإضافة للمشاريع الموجودة بمختلف المحافظات السورية، باللاذقية مشروع الادخار والسكن الشبابي، محافظة طرطوس أيضا مشروع المرحلة الثانية من السكن الشبابي، وبمحافظة حلب أيضا بمختلف أنماط السكن. كنت زيارة بالرستين، نحن مشروع محطة طاقة كهربائية معروفة، فنحن عم نشتغل الأعمال المدنية فيها. نحن بكل مناطق سوريا موجودين مع المؤسسة العامة للإسكان، هي يعني عمليا شريكنا الأساسي، لأنه بكل مجال بكل محافظة في أبنية للسكن شباب، سكن ادخار. احنا اللي بنعتبره إنجاز السنة هو إقرار الإطار الوطني اللي تم بشهر آذار، لأنه هو وثيقة كتير مهمة وأساسية لعمل الهيئة، وعلى أساسها بيصير إطلاق الخطط الإقليمية وأيضا تحديث الخرائط الغرضية اللي مشتغلت الهيئة من قبل. الشركات المشاركة كمان متنوعة، ممكن تعطينا أفكار جديدة لنطور حالنا. الصناعة هي عمل تراكمي، أنا ممكن أضيف شيء، غيري ممكن يضيف شيء تاني. أبرز الصعوبات عم تكون هي بمواد البناء حاليا. بالفترة الشهرين الدولية كان ارتفاع بالإسمنت والحديد، كان ارتفاع جدا عالي، فعمل كتير مثل بيقولوا كخطة زمنية بالبناء، يعني جدا العديد من المشاريع مثل بيقولوا يعني مثل بيقولوا كتايم لاين تايم بروجكت تم إعادة جدولته، لأنه في مثل بيقولوا صار في بطء بالتنفيذ. محطات تصفية المياه بتفوت فيها رمال سلكة بشكل كبير، بقى يعني غالبا بيعتمدوا المتعهدين المشاريع هي على الرمل تبعنا، نقاوة عالية